فقرة علشانك يا بلدي. خير وشهر رمضان كريم على الجميع إن شاء الله. بنشكر في البداية قناة طيبة، قناة جنوب الصعيد، على دايما معانا في كل أحداثنا وكل برامجنا وأنشطتنا في المكتبة. أنا طبعا بالنسبة لمكتبة مصر العامة لينا برنامج متكامل تحت رعاية معالي المستشار مصطفى حافظ الأقصر وقيادات صندوق مكتبات مصر العامة، والخطة بتكون هادفة بتعاون مع جهات متعاونة كتير بتشمل الجانب التثقيفي والجانب الاجتماعي والجانب التعليمي. وطبعا احنا بالنسبة للجهات المتعاونة معنا محافظة الأقصر، معنا وحدة السكان، معنا مديرية التربية والتعليم وجامعة الأقصر، وفي برضو الأزهر الشريف والأوقاف وبيت العيلة والكنيسة والهلال الأحمر وبيت الشعر، ومعنا برضو نقابة اتحاد كتاب مصر فرع الأقصر، وبرضو عشان ما ننساش حد معنا برضو مركز زندارة الثقافي. مصر الجميلة بتلدي وكل ايد ممدودة ليك، ويا رب يبقى الجاي خير وامان. صحة الطبيعة هروني وسهر وليل غير اي ليل، وعيون بتحكيك في كل لازم تكون بتتماشى مع متطلبات الشباب والمجتمع الأقصري. فبالتالي احنا عملنا تنوع ما شاء الله في الأنشطة والبرامج، في البرامج الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف وبيت العائلة والأوقاف والكنيسة، وازاي نغرس روح الانتماء والولاء للوطن وأهمية الأسرة المصرية ودور الأسرة المصرية في النشأة والتربية، ودورها المكمل مع التربية والتعليم والجامعة، ودور المكتبة للتنوير التثقيفي داخل مجتمع الأقصر وجنوب الصعيد برضو في مسابقات دينية وفي حلقات تحفيظ قرآن كريم ومسابقات هتكون متميزة جدا بشكل يومي بعد الفطار، مستمرين على مدار الشهر كله إن شاء الله. احنا بنحاول نغطي برضو يعني بالنسبة للأطفال ازاي الطفل يعمل فانوس وازاي بإيده،
بدل ما يروح يشتري ويكلف تكلفة اقتصادية، لا ده احنا هيعمل تدوير لبعض الادوات اللي موجودة ملهاش استعمال عنده في البيت، فندربه عشان هو برضو يدرب في البيت، بدل ما يروح يشتري فانوس يكلف له مثلا 100 جنيه ولا حاجة، لا ده احنا هنعمله له، نعلمه ازاي يعمل الفانوس ببلاش. الأمسيات الدينية والأدبية والفنية هتكون مسائية بعد التراويح، احنا شغالين بعد التراويح يوم. البرنامج تابعونا طبعا على الصفحة بتاعتنا الخاصة بالمكتبة على الفيسبوك، عشان خاطر نقدر احنا بنغطي الشهر بالكامل، يبقى المكتبة مكان تواجد للأسر والعائلات لأبناء الأقصر بعد التراويح، يعني متنفس جيد متنفس، والبرامج كلها مجانية ما شاء الله. حتى الغير المشتركين في المكتبة بالنسبة للاحتفالات والبرامج الفنية والدينية لغير المشتركين، واحنا بنحاول نسهل الاشتراك بأقرب وسيلة، يعني الاشتراك ما هوش معضلة كبيرة، صورة بطاقة وصورة شخصية، والاشتراك السنوي اللي بيتراوح من 20 جنيه ل 60 جنيه في السنة، يعني السنة كلها، يعني الشاب سنه 18 سنة هيدفع 22 جنيه في السنة، ده اشتراكه وهيتمتع بكل المزايا في المكتبة ما شاء الله. بجانب برضو عندنا في مجال الجانب الفني على المسرح، عاملين في مسرحيات هادفة، في فقرات فنية، إنشاد ديني، في برضو إحياء للتراث، الربابة، التنورة، الزمر البلدي، فن الواو، الفنون الشعبية، بالتنسيق مع الثقافة، بالتنسيق مع بيت الشعر، بالتنسيق مع اتحاد الكتاب، التربية والتعليم في والجامعة في تناغم شديد مع بعض، بحيث ان احنا كلنا بنشتغل في مكان واحد، والمكتبة بتأدي دور والثقافة بتأدي دور، فاحنا كلنا هدفنا المجتمع الأقصر. بالنسبه لنا للدور التعليمي بقى، نعم الدور التعليمي بيتمحور في جزئين، الجزء الاول ان احنا بنعمل دورات تدريبيه مجانيه، يعني احنا 99% من دوراتنا تدريبيه على مدار الست شهور اللي فاتت، وان شاء الله اللي جاي مجانيه. ليه؟ عشان بنراعي ظروف الاسر، وعشان خاطر نقدر نوصل لاكبر قدر من الشباب والاسر والعائلات في تدريب في جميع اللغات، عندنا الانجليزي، الفرنسي، عندنا الكوري، عندنا ان شاء الله هيكون في الالماني قريبا، عندنا كان الاسباني، عندنا في اللغه المصريه القديمه، عندنا اللغه القبطيه،
عندينا الحاسب الآلي، وعندينا برضو لأولادنا وشبابنا اللي هم طلبة الجامعة وطلبة الثانوية العامة اللي هم أعضاء المكتبة، احنا بنوفر لهم قاعة مذاكرة في المكتبة مجهزة من كل حاجة، مكيفة فيها الهدوء والراحة، عشان يقدر نساعد اخواتنا وابنائنا ان هم يذاكروا. وفي نفس الوقت برضو عندنا قاعات الاطلاع اللي هي والاطلاع على الكتب، كل ما هو جديد في عالم الكتب. احنا عندنا 5 قاعات طبعا، قاعة مخصصة للاطفال وقاعتين للشباب والكبار، وعندنا طبعا قاعة المصريات، وعندنا قاعة المذاكرة. يعني احنا بنحاول بقدر الامكان نوفر الراحة لكل شبابنا وكل رواد المكتبة وأصدقاء المكتبة. طلع فيها تنور قلب الكل، الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. المستقبل شوفوا القدام، الحلم بيلمع بعيونهم مو فرقة للونهم ولا دينهم، بس قابلين كل اختلافاتهم عايشين مع بعض. احنا في رمضان شغالين على مدار الشهر، مستمرين من الصبح الساعة 9 لغاية الساعة 2 الظهر، وبنريح فترة الفطار دي، وبعد كده بعد الفطار من الساعة 7 مساء لغاية الساعة 11 ونص بالليل 12. يعني شغالين يوميا ما عدا يوم الجمعة، بس فترة مسائية بس عشان صلاة الجمعة وكده، لكن احنا مستمرين على مدار الشهر، والبرامجنا مستمرة كل يوم، وفي برامج متميزة للأطفال وبالمجان كلها، وكلها برامج ثقافية ترفيهية هادفة تعليمية لأولادنا. عايزين أولياء الأمور يتفاعلوا معنا زي ما تفاعلوا في نص السنة، في أجازة نص السنة يتفاعلوا معنا خلال شهر رمضان إن شاء الله، وحيلاقوا برامج متميزة جدا جدا لأولادهم إن شاء الله. مستمرين طبعا، احنا عندنا 3 برنامج رياضي شغالين بيهم، اللي هو اللياقه البدنيه والجمباز والكاراتيه، ودول مستمرين كل يوم 4. احنا كنا شغالين بنشتغل خلال فتره العصر، لا دي هتبقى بعد الفطار. ويتابعونا على الصفحه، هننزل الاعلان بتاعها الخاص بالمواعيد. احنا مستمرين هيكون بعد الفطار 7:30 كل يوم 4، ده بالنسبه للكاراتيه والجمباز واللياقه البدنيه ان شاء الله، وبرده بالمجانيه. يعني احنا بنعمل على الهامش، يعني احنا عندنا برامج رياضيه شغاله مثلا، فعلى الهامش بنعمل برامج تثقيفيه زي اقرا كتاب وخد كتاب هديه، بنديله كتاب هديه، يعني البرنامج مجاني وبياخد كمان كتاب هديه او هديه او ياخد هديه معاه وهو ماشي. زائد برضو انا برنامج انا وابني في المكتبه، تيجي الاسره والاولاد بتعمل لهم برامج وبياخدوا جوائز،
وأولياء الأمور بتعمل لهم برامج ومسابقات وبياخدوا برضو جوائز. للناس حيغنوا بلادي وحتعيش مصر، أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. كل الناس حيغنوا بلادي حتعيش مصر، أنا فرحان دايما ببلادي ولاد مصر. مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني، مصر الأم اللي تسميني تاخد بإيديا تعديني. اسمها هو اللي بيشفيني والدوا مصر المحروسة غالية عليا، نيلها بيرقص جوه عينيا. المحروسة غالية عليا، نيلها بيرقص جوه عينيا. طيبة ناسها والحنية اسمها مصر. والله المجتمع الأقصري المجتمع غني غني بالموروث الثقافي. يعني أنا شايف مستوى راقي وعالي جدا جدا جدا، في إرث ثقافي عالي، فهذا الإرث بيساعدنا إحنا كمنارة ثقافية إن إحنا نقدر نشتغل بشكل أعلى وأكبر وأسرع، ونقدر نوصل لكل قطاعات المجتمع. فأنا بنستغل هذا الإرث الثقافي الجميل إن إحنا نوصل لجميع قطاعات المجتمع، بجانب ان احنا دلوقتي كمان حتى الـ يعني كان من ضمن الشكاوي ان احنا عندنا مناطق زي بعيده زي اسنا وارمنت والغرب والمناطق اللي هي ابعد شويه والزانيه وكده. ف اداره مكتبات مصر وفرت لنا مكتبه متنقله مجانية، وحتجوب كل قرى ونجوع ومراكز محافظة الأقصر. مشاهدينا اهلا بيكم وفقره دعوه الى الحياه. يا رب العالمين لعفوك محتاجين، يا رب العالمين محتاجين نور المرسلين ودعوة الصالحين، نور المرسلين ودعوة الصالحين. يا رب العالمين الناس اجمعين يا رب. مشاهدينا اهلا بيكم، كل سنة وحضرتكم طيبين. معايا في الفقرة بنتنا وجد حافظة القرآن الكريم من محافظة الأقصر، بنرحب بيك يا وجد. أهلا بيك وجد. أنا الأول بس يعني عايزة أقولك إن اسمك جميل جدا ما شاء الله، إيه معناه؟ هو أعلى درجات حب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك ما شاء الله اللهم بارك. طيب وجد، أنت حافظة قد إيه من القرآن؟ تلت القرآن. تلت القرآن. بدأتي من سن قد إيه تحفظي؟ من ثلاث سنين. ثلاث سنين جميل. مين اللي يعني قال لك يعني نبدا حفظ القران، ولا انت من نفسك؟ لا اكيد بابا وماما شجعوك ان انت تحفظي وتبداي قراءه القران وتحفظي القران. طب في الاول كان يعني بتحفظي ازاي؟ يعني احكي لنا بداتي ازاي. كنت بروح كتاب الشيخ شعبان. كتاب جميل. وحفظت لحد جزء عام
وبعدين بدأت مع الشيخ باهي وبعدين الشيخ محمود عبد الحكيم لحد ما خلصت تلت القرآن. طب فرق معاك في ايه حفظ القرآن يا وجد؟ في كتير، في بركة اليوم، اليوم طويل وبذاكر كتير، وفي المدرسة برضو مع الناس تعامل كويس. في تاني عداتي، تاني عدادي، شايف ان انت طبعا حفظ القرآن بيشجعك ان انت تذاكري وان يبقى في بركة في يومك وتبقى مركزة في المذاكرة؟ اكيد طبعا، وبرضو الحاجات الصعبة في المذاكرة تبقى سهلة اكتر بالقرآن. بتبدأي يومك ازاي؟ اول حاجة بحفظ اللوح اللي عليا وبعدين ببدأ في المذاكرة، اخلص شوية وبعدين نحفظ الماضي. انت يعني كده يوميا بتحفظ القرآن؟ اكيد طبعا يوميا، ما شاء الله، اللهم بارك. طيب يعني اخلاقيات القرآن طبعا كلنا عارفينها وتكلمنا فيها كتير، ولكن انا عايزك انت تكلميني عنها. اخلاقيات القرآن، ان احنا نتعلم ونحفظ قرآن، ده بيفرق معنا فيه في التعامل مع الناس؟ الواحد خلوق اكتر، طريقة الكلام بتبقى احسن اكتر، فاهم حاجات كتير اكتر يعني. برضو الدين، في قصص جميلة جدا عن الدين، يعرفني قصص مثل الأنبياء، قصص حاجات كتير يعني. مثلا قصة سيدنا لقمان، سورة لقمان، وصايا لابنه، وأول حاجة وصى بها الصلاة، وأهم حاجة قصة سيدنا مريم، ستنا مريم في سورة التحريم، امرأة فرعون، قصص كتير. دي كلها نماذج طبعا احنا بناخدها كمثل لحياتنا اليومية، مش كده؟ اكيد طبعا. ازاي يعني؟ صبرهم، اخلاقهم الحميدة، زهدهم في الحياة واقبالهم على الآخرة، كل حاجة. مشاهدينا، وفي نهاية حلقتنا تابعوا معانا كل ما هو جديد من محافظة الأقصر وبرنامج بلد الأقصر، وإلى اللقاء في حلقات جديدة إن شاء الله.